الحكم السلوفيني تامير سكومينا مرة أخرى أجدد اعتذاري لكل عشاق الرياض. وهذه كرة كرة جول 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 أصفر الألمان ماركو رويس ملوش أمان يتحدى الريال الآن في هذا الميدان. لا لا يا السادة شوفوا هذا البركان شحيم السيجنالي دون بارك اشعلها ماركو رويس ولحها الدولي الالماني افوه تقديريه دفاعيه قاتله من بيبي وماركو رويس لا يرفض الهديه البرتغاليه ويعطي للبروسيا اجمل هديه واسبقيه. سيناريو غريب وعجيب يتقدم به اصفر الالمان حب الانتصار عند البروسيا اقوى في هذا المشوار. ماركو رويس يأتي اجمل اسبقية المانية